وأقبل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في درسنا الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. نحن شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، وقلنا عندما بقيت بقية في شرحه سنأتي عليها إن شاء الله في هذا اليوم. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى الكلام الذي قلته في درسنا الأخير هو أن هذه السورة، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، نزلت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تتضمن علامات تدل على قرب وفاته. وقد أعلم الله عز وجل نبيه بذلك كما قلنا في درسنا الأخير. ولكن متى نزلت هذه السورة بالضبط؟ المشهور والذي عليه جماهير العلماء أنها نزلت فعلا بعد الفتح، بعد أن فتحت. وقد ذكر كثيرا من المفسرين أنها نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، يعني عندما عاد من غزوة حنين متجها إلى مكة ثم المدينة نزلت هذه السورة. وأيا كان فقد نزلت هذه السورة بعد الفتح. إذا كيف تأتي الصيغة هكذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح؟ إذا ظرفا لما يستقبل من الزمان
والمعنى أن هذا الشيء لم يحن بعد إذا جاء نصر الله والفتح. فالآية كأنها تشير إلى أن الفتح الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد، والنصر الذي تعنيه الآية لم يأتي بعد. مع أننا قلنا إن السورة نزلت بعد فتح مكة، هذا الإشكال قد يرد، فما الجواب عنه؟ الجواب أننا نعلم أن كلام الله عز وجل قديم، يعني هذه الصيغة هذا الكلام ما صيغ بعد فتح مكة، بل هذا الكلام يعني مضمون هذه الأحرف الذي يسمى كلاما نفسيا قديما قدم الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل يعلم بهذا الكلام وهو موجه حكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازل، ثم ان توجيهه التنفيذي تم في فترة من التاريخ معينة. ولذلك فصياغة هذا الكلام كانت فعلا قبل فتح مكة، لأن كلام الله عز وجل قديم، وقد شرحنا ذلك في دروس العقيدة، وشرحنا ذلك أيضا في دروس تاريخ التشريع وفي مناسبات عدة. قلنا إن كلام الله عز وجل يعني معاني هذه العبارات، هذا الكلام القديم وليس ككلامنا الذي يخبر في بالنا آن بعد آن بعد آن. الإنسان علمه مسبوق بجهل، وخواطره مستحدثة، يعني تأتي إلى باله الفكرة بعد أن لم تكن فيكبها في قالب من الكلام، ثم تأتي فكرة أخرى إلى ذهنه فيكبها في قالب آخر من الكلام وهكذا. أما الباري عز وجل فهو منزه عن هذا، كلامه سبحانه وتعالى أي المعاني المعدة ليخاطب بها عباده أو ليخاطب بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذه المعاني بسياقها ونسقها وأساليبها معدة في علم الله عز وجل قديما، فهي من صفاته الأزلية القديمة. ولذلك فلا إشكال في أن نجد السورة مصدرة بهذه الألفاظ: إذا جاء نصر الله والفتح، كأن الفتح لم يأتي بعد والنصر لم يأتي بعد. هذه العبارة لم تصدر في هذا القالب بعد فتح مكة، بل هذا الكلام مهيئا موجودا في علم الله عز وجل أزلا. ولذلك فهذا الإشكال غير وارد، مع العلم بأن هنالك جوابا آخر بالإضافة إلى هذا. ما هو؟ الباري عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. إلى آخره. هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يتألف من شرطين اثنين،
نصر الله والفتح هو أولهما. الشرط الثاني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صحيح عندما نزلت هذه السورة الفتح كان قد تم، لكن دخول الناس أفواجا في دين الله لم يتم بعد. إذن فتصدير العبارة بإذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن لا إشكال فيه من ناحية أخرى، غير الناحية التي تكلمنا بشأنها. ربما كان هذا الإشكال الجواب عن نظير واضح. والمهم أن نعلم دروسنا هذه دروس علمية وليست دروس وعزية فارغة من المضمون، لذلك لازم نحن نفهمها. هذه السورة نزلت على رسول الله بعد فتح مكة لمدة، والآية تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. الإشكال هو كان ينبغي أن نقول ما أما وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، هكذا كان ينبغي أن يقال نظرا إلى أن الفتح قد تم. لكن العبارة لا تأتي هكذا، العبارة تقول إذا جاء نصر الله والفتح، فالإنسان يفهم أن الفتح لم يأتي بعد. ثم هنالك جوابان. الجواب الأول هو أن نصر الله أن فتح الله أن هذه العبارة إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الكلام مهيئ في علم الله عز وجل أزلا ولم تتم صياغته ولم يتناسق المعنى عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه السورة أي هذا المعنى الذي خاطب الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام كلاما قديم فهو أسبق من فتح مكة، ولذلك فشيء طبيعي أن يقول له الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح أن أي أن يخاطبه تنفيذا بالكلام الذي هو قديم في علم الله سبحانه وتعالى. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن الباري عز وجل علق الأمر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ويدعو ويستغفر، علق ذلك بأمرين اثنين، أحدهما فتح مكة والثاني دخول الناس في دين الله أفواجا. مجموع هذين الامرين نعم ما تم بعد، حقيقة هما لا يزال بالمستقبل، المجموع ولو الجزء منه يوجد لكن الجزء الثاني لا يزال بالمستقبل لم يأتي بعد، وهو دخول الناس في دين الله أفواجا. وهكذا فهذان جوابان عن هذا الإشكال الذي قد يخطر في البال. الشيء الثاني الذي نريد أن نلفت النظر إليه في هذا الحديث هو أن خطة نصر الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام مرسومة في علم الله مهيئة في غيره الأزلي،
فالله سبحانه وتعالى الذي بعث رسوله ناصرا بدينه مؤيدا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي لا يطلع على هذه الأحداث كيف تسلسلت ويراها في مقتبلها في أول بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام قد يظن أن الأمور مربوطة بأسباب ظاهرية تعود إلى قوى طبيعية وليس من وراء ذلك شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن بدعوته في مكة فكان ردة الفعل من أهل مكة والمشركين المجابهة والمعاداة، ثم إن ردة الفعل تعاظم واقتبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، ثم إن أسبابا معينة تجمعت في المدينة المنورة اقتبته أن ينتصر، ثم قامت المجادلة بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة. يتصور الإنسان أسبابا مادية تتلاحق، لكن عندما يستعرض بعثة رسول الله من فجر نشأتها إلى وفاة رسول الله ويربط الأحداث بكلام الله عز وجل يجد أن هذه السلسلة من الأحداث مربوطة بتنسيق دقيق بعلم الله عز وجل وغيبه الأزلي، والخطة هي خطة الله والترتيب هو ترتيب الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سيجري ويعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم ينتصر لا محالة، وهذا معنى قوله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم اسم فاعل يدل على المستقبل، أي لا بد أن يتم نوره ولو أن الكافرين يقفون ويصدون. الباري سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا، كلمة فتحنا هنا فعل ماضي، والآية نزلت أي السورة نزلت هنا قبل فتح مكة. فانظر سورة النصر نزلت بعد فتح مكة وهي تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سورة الفتح نزلت قبل فتح مكة وهي تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزمن في علم الله غير موجود، المستقبل مثل الحاضر والحاضر والمستقبل مثل الماضي، كل الأزمنة في علم الله عز وجل سواء. نحن نلاحظ أن هذا شيء يترتب على الذي يليه فالذي يليه وهكذا، نرى الماصل أمامنا ولا نرى المستقبل الخفي عن أنظارنا لضعفنا وجهلنا، ولكن المستقبل القريب والبعيد والحاضر والماضي كل ذلك في علم الله سواء، كل ذلك في علم الله سواء. هذا المعنى مهم جدا ينبغي أن نلحظه حتى لا
نكون لا نسجا في الصور والقوالب، وحتى لا تكون الأسباب المادية أو الظواهر المادية قيودا تأسرنا وتسببنا بأغلالها. الباري سبحانه وتعالى وعد رسوله بالفتح ووعد رسوله بالنصر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطمئن وكان يعلم هذا، وكان يقود عداوة قريش ويقتحم هذه المخادة اقتحاما شديدا، ولكنه يقودها كما يقود الإنسان طريقا جبهة خارطة في يده مرسومة له، وصاحب الخارطة يقول له امشي هكذا ثم انعرض يمينا ثم التفت شمالا وهكذا، وستصل بعد كذا ساعة وكذا دقيقة وثانية إلى الهدف. تماما عمل رسول الله مثل هذا الإنسان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفاجأ من كل العقبات التي يراها بشيء، بل كان يرى ما يتوقعه، مثل الإنسان الذي قيل له أرشد من خلال هذه الخارطة إلى أنه يمشي 10 كيلو، بعد 10 كيلو في منعطف إلى اليمين، في هذا المنعطف طريق ضيق يحتاج إلى شيء من الصبر والمكارهة، بعد ذلك يعود فيتجه يسارا، الطريق يصبح عريضا، بعد هذا يأتي جسر، الجسر في شيء من المخاطر، ولكن لا أشكال في الأفق. كلما رأى شيئا من هذا الذي ذكر به يزداد يقينا بأنه موفق في طريقه. ما كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفاجئ به أبدا بشكل من الأشكال، وإنما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يسير على الخط الذي رسمه له الله. لذلك كل شيء كان مرتبط في الظاهر بأسباب مادية وفي الباطن بخطة إلهية. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا العمرة في السنة 6 من الهجرة ومعه مئات من أصحابه، فجأة فوجئ الصحابة لأن ما أتيح له أن يدخل مكة، صدوه عن مكة بحسب ظاهر مفاجأة مؤذن، شيء مؤسف ومؤلم، وفعلا الصحابة انزعجوا. وانتهى الأمر بأن أهل مكة جاءوا وفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعود هو وأصحابه ذلك العام إلى المدينة فلا يدخل مكة، يا إزلال بحسب ظاهر الرسول وأصحابه، ولهم أن يأتوا في العام الذي يليه وليس معهم من الأسلحة إلا السيوف مغمدة في قراب، ويكون بس 3 أيام في مكة وقت، ويبقى الصلح بينهم وبين أهل مكة 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات من يأتي من المشركين إلى المدينة مسلما على المسلمين أن يجزروه ولا يؤيد، ومن يأتي من المسلمين إلى مكة مشركا فللمشركين أن يحتضنوه ويحتفظوا به. شو الشروط بحسب الظاهر؟ كلها إجحاف وكلها مذلة للمسلمين. ما يراه البشر أمر ليس في صالح المسلمين،
لكنها خطة مرسومة من قبل من؟ من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. جعل من هذا الصلح مقدمة لفتح مكة. مقدم. ما معنى هذا الكلام؟ شاء الله أن تفتح مكة لرسوله سلما لا حربا. وأن لا تراق فيها قطرة دم جهد الاستطاع. شاء الله الحكيم أن يجعل بين يدي ذلك الفتح هذا الصلح. خلال سنوات الصلح سنتين أكثر تهيأ المشركون من فكرة الإسلام ودخل في ظل ذلك السلم أعداد هائلة في دين الله. وانتشر الإسلام بين بيوتات مكة وتهيأ مكة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هيأ الله أسباب الفتح وأمر رسوله أن يتجه إلى مكة فاتحة لم يكن مشركو مكة مهيئين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة دخلها فاتحا وبسلم وبدون قتال، وكان في الواقع عقدة العقد فتح مكة. ما دام سلسلة غزوات من أهل مكة ضد رسول الله اشتعلت هنا وهنا وهناك، أفلا تشتعل عندما يدخل رسول الله مكة مقاتلا؟ لازم تشتعل. ومع ذلك فإن الله رتب خطة بحيث تفتح مكة فتح ملحمة وسلم لا فتح ملحمة وقتال. ورجع لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة لما دنا من مكة قال منتشيا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة. خطة إلهية. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يشعرون بالحزن والأسى يوم صلح حديبية لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا مكة معتمرين، ورجعوا إلى مكة وهم يعني حزانة متألمين مكروبين، هؤلاء سرعان ما فرحوا وتغير الأمر عندهم عندما علموا أن صلح مكة ببنود صلح الحديبية ببنوده كلها كانت لمصلحة المسلمين، وكانت لخيرهم، وكانت أداة لإنجاز فتح مكة بشكل مشرف وبشكل لا تراق فيه دماء زكية في الحرم المكي العظيم. لذلك سمى الله صلح الحديبية فتحا، سمى ذلك الصلح فتحا. هذا معنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والإشارة إلى فتح مكة إلى صلح سماه فتحا. من الذين ذهلوا أو يعني ذهلوا لهذا الصلح وتألموا وشعروا بالذل أمر رضي الله عنه، وهو الذي قال: لقد رأيتني يوم صلح حديبية ولو استطيع ان ارد امر رسول الله لرددته. لماذا؟ لانه وجد ان كل البنود في غير مصلحة المسلمين. ولذلك بعد ان تم كتابة الوثيقة جاء عمر الى رسول الله يقول له: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بل.
قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بل. قال فلماذا مات الدنيا في ديننا؟ فيها العقل هذا يلي بيجي من عند منا لعنا لازم نرجع له النار، يلي بيروح من عنا لعندهم يبقى عندهم فيها. فماذا قال له رسول الله؟ عمر يلاحظ خطة بشرية، رسول الله مربوط الفكر مع من؟ مع ربه الذي يخطط له ويهديه. قال إنني رسوله وهو معصوم ولم أعصي، أي هكذا يأمرني ربي ولا أعصي. ما شوف يا جليل عمر، ذهب إلى أبي قال أولم يكن يعيدنا بالنصر؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلماذا مات الدنيا ونتفق مع قريش على هذه البنود؟ قال يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه ولا معصية. الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكر عائدا إلى المدينة إذا اعتمر ولا شيء محرمين ومعاهم الهدي، نادى في أصحابه فقال أمرهم أن يحرقوا وأن يذبحوا هديهم، لكن القوم يجمعوا أخذهم الكرب أخذهم الحزن، كيف بنا نرجع لكم نحن محرمين؟ دخل رسول الله خباءه ومعه في تلك السفرة أم سلمة رضي الله عنه، فشكى إليها أنه يأمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم وما أحد يطيق. قالت له يا رسول الله أتحب أن يسمع ويطيع أمرك؟ قال نعم. قال فاخرج فادع خالقك فليحلق لك وانحر بدنك أمامهم جميعا وتجد أنهم جميعا فعلوا. خرج رسول الله وفعل ذلك حتى انصاعوا، وجد أن الأمر جد فانصاعوا لرسول الله. في الطريق نزلت سورة الفتح، استدعى رسول الله عمر وتلا عليه سورة الفتح من أولها إلى نزلت دفعة واحدة. عندئذ تهلل وجه عمر بشرا وقال أوفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. هذه خطة رب العالمين، لو أردنا أن نضع عقلنا في الميزان ولو أردنا أن نجمع البشرية جميعا ليخططوا لنا، إن كل رأيهم سيكون مثل رأي عمر بحسب الظاهر، يعني ليش رأيهم اعتمر؟ قال له أبو بكر يا رسول الله إنما خرجت عامدا إلى هذا البيت فاتكل على الله يمضي، فمن سالمنا سالمنا ومن قاتلنا قاتلنا. هذا هو المنطق الطبيعي لما نحط عقولنا في الميزان ونرى الأمور على ما تبدو له. لكن الأمر كان يسير على خطة أخرى، هي خطة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا خطة رب العالمين تسمو فوق المدارك وتسمو فوق الفراسة وتسمو فوق العبقريات. لا العبقرية يمكن أن تهتدي إلى هذا، ولا الفراسة ولا السياسة ولا الحكم ولا الحمق أبدا. فمن قال إن محمدا كان عبقري مجنون، لأن هذا الموقف لا يمكن أن ينشأ من عبقرية إطلاقا. لو كان في مسألة تفكير كان جنون كما نقول، ولكن الأمر كان خطة ربانية. من الذي كان يعلم أن كذا من المئات سيدخلون الإسلام بين صلح مكة وبين يوم الفتح؟ من الذي كان يعلم أن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكثير من صناديد الشرك كلهم سيدخلون الإسلام في هذه الفترة؟ من الذي كان يعلم أن أسبابا ستنقطع في مكة تقتضيهم أن يقيموا العهد بينهم وبين رسول الله ويصبح الرسول
طليق اليدين يملك ان يدخل مكة غازيا ومقاتلا حتى يحقق الله بذلك الفتح. فيتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فاتحا يدخلها وقد دام اهلها جميعا لترتيب الله عز وجل. ثم بعد ذلك ما الذي حدث بعد الفتح؟ الذي حدث بعد الفتح ما قاله الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عاد رسول الله من مكة بعد غزوة حنين إلى المدينة كل يوم يستقبل وفدا من أنحاء الجزيرة العربية آتيا إلى ماذا؟ لتعلم إسلامه. وفد من أبرز الوفود وفد سقيف الذي جاء من أي بلد؟ من الطائف، البلدة التي طردت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم جاءوا إلى رسول الله يسمعون منه ويعرضون أسئلته وأخيرا يعلنون إسلامه. واضح هذا الكلام؟ وكان فيهم من؟ فيهم وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة الذي لا تكذب حمزة. واضح؟ كان فيهم وحشي رضي الله عنه وأسلم في من أسلم. كل هذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المعنى يتجلى تماما من خلال هذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، كلام الله، كلام المخطط الأكبر إنجاز التعبير، مخطط يقال عن الله، كلام الحكيم الواحد الأحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فقد انتهت مهمتك يا محمد عليه السلام. إذا فتح الإسلام إن كان فتح مكة أو أي بلد آخر، هذا الفتح الإلهي الذي حققه الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخول الوفود تطرى في دين الله أفواجا، هذا أمر خلقه الله بعون ونصر وتأييد من الله أم أنها خطة بشرية؟ أما المجانين، أما صاروخ الغرب، أما مجاذيب الغرب فيضعون عقولهم تحت أقدامهم ويقول الله هذه خطة عبقرية، هذه عبارة عن كذا وكذا، وعبارة عن زعام العربية تمطت وفعلت كيف وكيف. لا والله لا يقولها إلا من كنس عقله بعبائي ووضع عقله في أسفل قدمه. لا والله لا يقول هذا الكلام من أبقى في دماغه شريحة عقل. نعم، أمر قيده الله. نعم، هذا المعنى على ما يدل على أن هذا الدين إنما ينتشر بسلطان الله، على أن الإسلام إنما يسير بقوة ربك سبحانه وتعالى. إن كان في فجر يومه السابع على يد محمد عليه الصلاة والسلام، أو في أيامه المستمرة إلى يومنا هذا وإلى الغد، لو كان الإسلام زرعة بشر لاستهدفته الرياح، لأثارته الرياح من زمان، ولأصبح الحديث عن الإسلام حديثا عن تاريخ بائس. يعلم هذا كل مفكر، لو كان الإسلام صنعة بشر تأليف إنسان، لو كان الإسلام مرحلة هبت مع رياح التاريخ، إذا لرأيت أن المسلمين اليوم يدرسون إسلامه في بطون التاريخ وليس على الكرة الأرضية منه أي بارئة. لماذا؟ لأنك تنظر فتجد أعداء هذا الدين
من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الغرب، لا يعدون ولا يحصون. وتجد أنهم يكيدون لهذا الإسلام بوسائل فكرية، بوسائل مادية، بوسائل من الإغراء لا نهاية لها ولا حد. كل ذلك يسب بألوان شتى وبعناوين مختلفة، كل ذلك يسب في الكيد لهذا الإسلام. لو كان الإسلام صنعة رجل، صنعة إنسان، لو كان الإسلام زرعة مجتمع كما يقول البعض، الدين عبارة عن ظاهرة اجتماعية، لذهب مع الريح ولما بقيت له قائمة أبدا. لكن مع ذلك تنظر فتجد الإسلام يظل منغرسا في أعمق التربة، ويظل يشع إلى أقصى المعمورة، وكلما أرادت أفواه أن تبالغ وتبذل جهدها الجهيد في إطفائه، نعم لم تفعل إلا أن تتعب فمها وأن تنفخ فمها في غير طائل. وإذا بهذا الدين يزداد اشتعالا ويزداد ضيائه اتقادا، شيء واضح. اذهب إلى الغرب تجد هذا، اذهب إلى الشرق تجد هذا، ادخل في مجال إفريقيا حيث يصب الذهب صبا لإخراج المسلمين عن إسلامهم، تجد أن كل هذه الوسائل تذهب أدراجها، تذهب أدراجها. انظر إلى كل جهة من جهات العالم، لا يغرنك أنك تجد الإسلام في كثير من بلاد الإسلام أصبح غريبا، لا يغرنك هذا أبدا. هذا ماذا يعني أيها الأخوة؟ ماذا يعني أن هذا الإسلام إنما هو مشدود النسب إلى رب، أن هذا الإسلام إنما هو منهج إله، منهج من خلقنا، هذا الإسلام هو نظام من أدار الكون على نظامه، الإله الذي رتب حركة الأرض متناسقة مع الأفلاك مع المجموعة الشمسية وغيرها، فاستخرج الباري من ذلك انقسام الزمن إلى سنوات وأشهر وليل ونهار ونحو ذلك، هذا الإله الذي خلق النظام الكوني لهذه الحياة هو ذاته الذي خلق هذا النظام للإنسان. فإذا كان هنالك من يستطيع أن يبدل نظام الكون بنظام آخر، يمكن أن يكون هنالك من ينزي هذا الإسلام من الوجود، لا يمكن. فمن لم يشرق في ذهنه هذا المعنى، ومن لم تتبع في ذهنه هذه الحقيقة، ينظر إلى هذه الصورة، انظر إلى كلام الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. ماذا تعني السورة؟ يا محمد انتهت مهمتك، تهيأ للرحيل، تهيأ للرحيل، واملأ بقية وقتك دعاء واستغفارا وذكرا وتسبيحا لله سبحانه. الرسول ما كان مريض وما كان في خطر، الرسول في ذلك الوقت كان أبعد ما يكون عن الأخطار، لا عاد في حروب ولا في شيء. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام ما كبرت سنه إلا أمره 62 63 سنة، هذا ليس أمر الشيخوخة، هذا يعني نهاية الكهولة أوائل الشيخوخة. طيب من الذي ينادي على إذنه بالرحيل؟ من إله؟ والأمر حصل كما قيل له أم لا؟ بعد ثمانية توفي رسول الله صلى الله عليه ثمانية كما قال العلماء. إذن هنالك خطة تنفذ، الإله الذي أعلن لرسوله أن يتهيأ للرحيل لأن مدة بقائه على الأرض انتهت،
هو الذي يقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذن هو الذي هيأ النصر والفتح. هذا الشيء لا يغيب عن بال الإنسان بشكل من الأشكال. قد يقول قائل طيب ها إنذار قادر، ترى لماذا لم يدخل هؤلاء الناس الوافدين إلى دين الله أفواجا قبل يعني سنوات بدون هذا التعب من رسول الله وبدون هذه الدماء الزكية التي أريقت من أصحاب رسول الله في الغزوات؟ لا، سنة رب العالمين لا تتفق مع هذه الأحلام. الباري عز وجل قال لتبلون في أمانكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا كلام الله قانونا. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذا الباري قادر، ما هو بحاجة لا لدماء المسلمين ولا لتعبهم ولا لدماهم أبدا، لكن الله عز وجل وضع سنة طلب من كل عبد من عباده يعلن أنه إن صاع لدينه طلب منه أن يثبت برهان صدقه، وإن كان صدقه موجودا في القلب فإن الله يريد أن يظهر هذا الصدق علانية. وكيف يتجلى الصدق؟ بأن يزج في امتحان فيصدق، بأن يزج في ابتلاء فيصدق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الذين حق عليهم قرار الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا المعنى يتبع اتباعا تاما من هذا الحديث ومن هذه السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقل لي أو قل لمن يحللون حياة محمد عليه الصلاة والسلام أنها زعامة وأنها نهضة عربية راحلة وأن المسألة كلها عبارة عن عبقرية بشرية بس، قل لهم ليحللوا خلفيات هذه السورة. طيب، أهو الذي قال لنفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى آخره؟ بنظره. أهو الذي أنذر نفسه بقرب أجله؟ شلون بقى؟ كيف علم رسول الله أن أجله قدم؟ كيف علم؟ العبقرية يمكن أن تصل إلى درجة أن الإنسان يبدع قانون ويبدع نظام ويعني الدين يحط همها كلها، لكن كيف تستطيع العبقرية أن تكشف سجاف العمر فتحدث الإنسان أنه ميت؟ لو مريض نقول والله الطبيب همس بإذنه أنه مرضه عقبال بعد 80 يوم بده يموت. لو كان بساحة حرب لقلنا الإنسان أثناء ما هو عن قاتل حياته يعني في مهد الرية. لو كان مسافر طالع من بلده سياحة طويلة لقلنا المسافر يماله على قلق يعني على هلكة. طيب شو اللي عم يهدد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أدرى أنه لم يعيش ومرضى رسول الله بعد هذا؟ أكان يدى الإنسان المخترع لهذا الكلام أن حاكي حاله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك؟ أن حاكي حاله؟ طيب أن حاكي حاله؟ بعدين كان يدعو دائما. تقول عائشة رضي الله عنه بعد أن نزلت هذه السورة ما يكون رسول الله في صلاة إلا ويقول الركوع ويقول سبحانك ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك، تنفيذا لامر الله عز وجل. تقول عائشه يا رسول الله لما سياتي اراك تكثر من التسبيح والاستغفار، فقال انها علامه ارانيها الله عز وجل
أمرني إذا رأيتها أن أستغفر الله سبحانه وتعالى وأسبحه، وأشار لها إلى قرب أجله ونهايته. قلت وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة ما رؤي في وقت أشد من هذا الوقت إلى وفاته تقربا إلى الله وبذلا لكل ما يملك من جهد في عبادة وفي تسبيح وفي استغفار وفي دعاء. شأن الإنسان الراحل فعلا، هل لمن يريد أن يغطي حقائق السماء بإناء صغير؟ قل كيف تغطي هذه الحقائق؟ والله أيها الإخوة، أنا لا أعجب من أن يكيد للإسلام عدو معترف، لأنه بلي من الإسلام بنكبة، لكن أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام مسلم، أعجب جدا من أن يتربص بالإسلام من المسلمين. أنت يا أيها المسلم ذقت إن بشخصك وإن بسلسلة أجدادك وآبائك نشوة الإسلام، عز الإسلام، مجد الإسلام، لا تزال درة الإسلام تضيء في جبينك كتاريخ، كإنسان يعتز بسلالة. كيف نفدت قطرات الدماء التي تحرك معنى الشرف في صاحبها، كيف نفدت هذه القطرات كلها منك حتى أصبحت تفيد الإسلامي؟ أنا لا أعجب أبدا من أن يأتي إنسان من أقصى الشرق أو أقصى الغرب فيكيد الإسلام لأنه غريب عنه، ولأنه شعر لما هو أن يرى التاريخ أن حضارة الإسلام أطفأت الحضارة الغربية. الإنسان مجبول على العصبية والانتصار للذات، يفعلها الذين نقرأ لهم الكتب يكيدون للإسلام كيدا. طيب أنت مسلم في حضارة آبائه وأجداده، أنت لا تزال الشرف الذي أوتيت، فما لك وقد هراء واحتضنت الخيانة بدلا من الوفاء بعد ذلك، وبعنا من الوفاء والخيانة، ما لك لا تمارس المنطق في عقلك؟ أد إلى المنطق ورشد الحقيقة العلمية ولا تحتضن شيئا من بعد ذلك أبدا. بزمان الرومان نعت هارون الرشيد بكل النعوت السيئة، شو كان نعت؟ لأن الواقع أنه فعل به ما فعل، ولأن الله نصره عليه. نعم، فالقصور له يعني عداوة عجيبة لهارون، ما نتعجب منها أبدا إطلاقا، لكن من إيش نتعجب؟ نتعجب من مسلم اليوم يأتي ويأخذ كلام مكتوب ويضعه على العين والرأس ويصوغ منه ترجمة لهارون الرشيد يعلمها الناس ويلقنها الناس. لما كيلو شو ترجمة هارون الرشيد؟ رأسا بياخذ ترجمة هارون الرشيد من مين؟ من مكتوب. وين الشرف؟ من هو عربي أم مسلم؟ يا أخي مقصور مفروض أن الدم أن ينزف من كيانه، لأنه لما نصب في مكان إيريني اللي كانت قبله أرسل خطابا يقول لهارون الرشيد كل الضرائب اللي كانت اللي قبل مني أعطتك إياها، هذه الضرائب لازم أنت ترجع لنا إياها. فماذا فعل هارون الرشيد رضي الله عنه؟ كتب إلى مكثور الكلام الثاني من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مكثور كلب الريم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، الجواب ما ترى لا ما تسمع،
وذهب جيشا الى هرقل وقاتل حتى اخضع نكفور اكثر مما خضعت له ايرين من قبل. شو تنوي ان نكفور فندق بسبب بحمد هارون الرسول؟ اكيد بيقول عنه كذا وكذا وكذا وكذا، بدون فيش قلبه، مو غريب ولا عجيب، رجل عن انفسهم يقول بهذا الكلام، لكن الغريب انه يجي واحد عربي مسلم باكثر من هذا ياخذ كلام مكفور مسلم ويقدمه ويضعه على عينه. الحمد لله رب العالمين.